تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بودواو من إلقاء القبض على جمعية أشرار متكونة من 4 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 39 سنة ينحدرون من المنطقة، متهمين في قضية تكوين عصابة أحياء لغرض الإعداد لجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الضرب والجرح العمديان باستعمال أسلحة بيضاء، محاولة الحرق العمدي لمسكن مع استعمال أسلحة صيد وكلاب هجينة للاعتداء. أطوار القضية تعود إلى محاولة أفراد هذه العصابة الاعتداء على مواطن وعائلته مع الاستيلاء على ممتلكاتهم باستعمال أسلحة بيضاء خطيرة تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم التحقيق في القضية مع ضبط واسترجاع المحجوزات التالية: بندقيتين صيد بحري، زجاجة حارقة مولوتوف، سواطير، سكاكين من مختلف الأحجام والأنواع، عصا خشبية وسلسلة حديدية، كلب هجين يستعمل في الاعتداء. بعد الانتهاء من كافة إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.